حكايات وقصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس عن فتية آمنوا بربهم كتموا الإيمان في قلبهم اتقابلوا يوم مع بعضهم وكان معاهم كلبهم في الكهف دخلوا كلهم وفضلوا يدعوا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا تكشف قصة أصحاب الكهف انتصار الإيمان على الأسباب المادية فالفتية قرروا الخروج من المدينة فرارا بدينهم عندما وضعوا أمام الاختيار الصعب عقيدة بغير حياة أو حياة بغير عقيدة فاختاروا العقيدة فأفسح لهم الإيمان الرؤية وأخبرهم أن أرض الله واسعة كانت فكرة بقائهم في المدينة وتعريض دينهم للخطر تبدو فكرة مستحيلة ومن ثم استقر عزمهم
على الخروج من المدينة، وكان إيمانهم بالله وحرصهم على عقيدة التوحيد أغلى من بقائهم في بيوتهم ومن كل متع الحياة التي نشأوا فيها. لقد كان مارتينيوس أكثر شجاعة منا. لقد تهور أخي ولم يكترث بالعواقب كم أخشى عليه من بطش أبي. يبدو أنه قد حانت لحظة الحقيقة والمواجهة. تريث يا زوجي ولا تدفع أبي لأن يفعل ما لا يحمد عقباه. وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يخالف إيماني. سيكون أبي ساعتها كالأسد الجريح ولن يتورع عن فعل أي شيء. فلنرحل من هنا إذن. اتركوني، ماذا فعلت؟ اتركوني. لماذا تأخذونني؟ إنني أصنع تماثيل الآلهة وأبيعها. دعوني، أنا لم أفعل شيئاً، دعوني. قيدوهم، هيا. إنهم مارقون ويتبعون هذا الدين الجديد، لا تأخذنكم بهم رحمة. هيا لا تتكاسلوا، أسرعوا. هيا أيها الكسالة تحركوا. أراك قد أخطأت حين كشفت حقيقة إيمانك أمام أبيك يا مارتينيوس. لم أعد أكترث بأية عواقب، لقد ضقت ذرعا بما يحدث. أريد أن أجاهر بإيماني أمام العالم أجمع. إلى متى نكتم إيماننا أيها الرفاق؟ ألسنا على حق؟ بلى. مهلا يا إخوتي، لا نريد أن ننزلق إلى أية حماقات، فالعيون تترصدنا ولن يتورع دقيانوس عن فعل أي شيء. لو بقينا مع هؤلاء القوم فتنون في ديننا وعذبونا. نترك إذن هذه البلدة وما يعبدون. وإلى أين نذهب؟ إن أرض الله واسعة. وهذا ما استقر عليه عزمي أيضا، ولكن علينا أن نكتم إيماننا حتى تحين اللحظة المناسبة للنجاة بديننا. صمتا، توقفا. ماذا هناك؟ هناك من يراقبنا ويتسمع لما نقول. من هذا؟ إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس، إنه يسير خلفنا في كل مكان. ترى هل سمع شيئا؟ سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد. ما
ماذا تقول يا مارتينيوس؟ أخبرت أباك بحقيقة إيمانك؟ هل جننت؟ هذا ما حدث. لم أتحمل رؤية ما يحدث من ظلم واضطهاد، فنطق لساني بما كتمه قلبي. إنه قلبي أنا الذي سيخلع من مكانه لو حدث لك مكروه أيها الحبيب. كم أشفق على أبي وأنا أراه على طريق الشرك والضلال. وما الذي تنتويه؟ لا أدري، أنا في حيرة من أمري، وأريد أن أفر بإيماني من أبي وزوجته والناس أجمعين. وتتركني يا مارتينيوس؟ هل هذا هو وعدك لي؟ لم يعد لي مكان في هذا البلد. وأنا؟ أنا أيها الحبيب؟ فلتأتي معي إذن. إلى أين؟ لا أدري، لا أدري. ما هذا؟ احفظي هذه المخطوطة. ماذا بها؟ كلمات الرب، عسى أن تحفظك. أشهدك يا إلهي، أشهدك أني أتبرأ إليك من هذا الأب المشرك الضال. لقد أنقذتني يا إلهي بأن هديتني على يد زوجي. فوضت أمري إليك يا الله، فوضت أمري إليك، فاللهم احفظ لي زوجي، اللهم احفظ. وإن شاءت إرادتك أن تدعوه إليك فلتكن مشيئتك، ولتشملني عنايتك، ولتلهمني الصبر على فراقه. إلهي ساعدني يا إلهي، إن الحيرة تملأني، لا أدري كيف أصنع. لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي، ألهمني سبيل الرشاد. إن الظالمين يتحكمون في كل شيء، متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم؟ اللهم لا تحرمنا رحمتك، وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة. يحكي لنا القرآن الكريم في سورة الكهف كيف نصر الله الفتية المؤمنين السابقين للبعثة النبوية الخاتمة، بأن آواهم إلى الكهف وحال بينهم وبين أعدائهم، كما نصر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته إلى المدينة بالاختباء في الغار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.